من ردفان جبل الحرية وحارس الهوية إلى عدن في عشية أكتوبر المجيد، تلك اللحظة التاريخية الفاصلة في حياة اليمنيين، حيث وقف التاريخ ليروي حكاية أكتوبر المجيد وصانعه. أهلا بكم، إنها الذكرى 55 للرابع عشر من أكتوبر، اللحظة التي تممت للجنوب ثورته وأعلن هذا اليوم عيدا للاستقلال الوطني. كانت اللحظة بجلالها وما حملته من وعد لليمنيين على صراط الحرية وما أعقبها من تراكمات الفعل الثوري والسياسي لحركات التحرر في الشمال والجنوب، من سبتمبر الذي أوجد الطريق لحرية اليمن إلى أكتوبر الذي توج انتصارات بلد قرر التخلص من طغيان الحاكم المستبد ووحشية المستعمر الدخيل. نضال الثوار وهم يرسمون خطوط الحرية ومبادئها ليصبح هذا اليوم يوما مفصليا وحدثا مهما في اليمن والجزيرة كلها، والذي مثل انكسار القوة العظمى على سواحل أبين والغدير. رغم الانقسامات والأحداث التي يشهدها الوطن في شماله وجنوبه، لا يزال لهذا التاريخ عبقه ورمزيته في وجدان وذاكرة اليمنيين، وعلامة على أن الشعوب الحية لا تقبل الذل والانكسار. كفاح حتى الاستقلال من سواحل عدن، حيث انفجرت أول قنبلة في وجه المستعمر في العاشر من ديسمبر 63. القنبلة أودت بحياة جورج هندرسون مساعد المندوب السامي البريطاني وجرح عشرات الضباط وكبار عناصر الاحتلال بمن فيهم المندوب السامي، وكانت إذانا بانطلاق مرحلة جديدة ومتغيرة من الكفاح المسلح في عدن حتى توجت بالانتصار في الرابع عشر من أكتوبر 63 لتتلقفها هامات جبال ردفان التي شهدت تشكل أول جبهة للمقاومة وخاضت ثورتها المسلحة ضد المحتل، والتي شهدت أول انهيار في صفوف البريطانيين، لتتصاعد حركة الكفاح المسلح التي خاضها أبناء الجنوب اليمني وسجلت تاريخا ناصعا بالبطولات ومدرجا بدماء الأحرار، لتشكل هوية العلم اليمني محروسة بمبادئ الثورة وكفاح رموزها الأبطال، لتتوج في الرابع عشر من أكتوبر اليوم الذي أريقت فيه كرامة المستعمر وقدم فيها ثوار الوطن أضحية على طريق الحرية. إنها الذكرى 55 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيد. يعود اليمنيون ليتذكرون رموز الثورة ويتذكرون روح أكتوبر، فقد كانت معركة تحرير وطنية انتهت باستقلال الجنوب، لينتهي بذلك عهد الاستعمار الذي احتل عدن لمدة 129 عاما. ما حدث في جنوب الوطن منتصف ستينيات القرن الماضي لم يكن مختلفا عما سبقه من أحداث في شماله، فقد كانت القوى الوطنية حينذاك في شمال الوطن وجنوبه تعمل وفق مصير وطني مشترك لتخليص اليمن الكبير من كهنوت الإمامة وبراثن المستعمر، ليكتب التاريخ فصله الأخير بإرادة شعب آمن بحريته وقاتل من أجلها. إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة الصحفي محمد عبد الغني هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أسياء. أهلا بك. بداية، ما الذي يمكن قوله في ثورة عظيمة كثورة 14 من أكتوبر والتي استطاعت أن تطرد مستعمر كبير مثل بريطانيا؟ في البداية تحية لك آسيا ولجميع المشاهدين، ونهني الشعب حلول الذكرى 55 لثورة الرابع عشر من أكتوبر، الثورة التي مثلت أول انبعاث لفكرة المجابهة والمقاومة الوطنية بشقيها الاجتماعي المسلح والسياسي أيضا. فإذا كانت ثورة 26 من سبتمبر قد تمكنت من أن تحقق أول سبق في بناء مؤسسة عسكرية أو تنظيم عسكري عرف بتنظيم الضباط الأحرار، وأسقط يعني عهود كثيرة من الظلم والاستبداد في شمال اليمن، فقد كان لثورة الرابع عشر من أكتوبر أيضا السبق في بناء أول بنية للمجابهة الوطنية التي مثلتها الجبهة القومية آنذاك ومن ثم جبهة التحرير. حركات التحرير هذه التي استطاعت أن تجابه مملكة ريجة آنذاك أنها لا تغيب عنها الشمس ولا عن مستعمراتها،
وبالتالي حينما نتحدث عن هذه الثورة أو إذا ما تحدثنا عن هذه الثورة فإننا نتحدث عن رموزها، نتحدث عن راجح لبوزة الذي استطاع أن يشعل هذه الثورة من جبال رتفان، نتحدث عن قحطان الشعبي أو الرئيس للجمهورية الديمقراطية، نتحدث عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان في مقدمة هذا الفعل والذي استطاع أن يدعم كل جبهات التحرير في الوطن العربي. طبعا السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل استطاعت ثورة 14 من أكتوبر أن تحقق مضامين، استطاعت أن تغير أو تحقق استحقاقاتها في بيئة لم تكن تسمح لذلك؟ باعتقادي هنالك ثلاثة مضامين أساسية استطاعت أن تحققها ثورة 14 من أكتوبر. أولا الاستقلال الوطني كبداية للتحرر أيضا، وصناعة أول يعني هوية للشعب في الجنوب، لأننا ندرك تماما أن الصراع في الجنوب كان صراع هويات، صراع هوية أتت من أطراف الأرض لتستبيح الأرض، وهوية ظلت مجابهة ومقاومة. أما المضمون الثاني وهو بناء دولة، يعني بناء أول معالم لفكرة الدولة، لأنه المحيط السابق كان عبارة عن سلطنات وإمارات يعني ينتابها نوع من الحكم الجهوي والحكم الفئوي، وكانت أول ملامح لهذه الثورة. طبعا الشعب اليمني يحتفل بهذه الثورة باعتبارها ما سر ثورة عظمة هذه الثورة 14 أكتوبر، أين تكمن يعني أهميتها بالنسبة للشعب؟ أيضا في كونها استطاعت أن تبني أول أساس للوحدة الوطنية، يعني نحن نتحدث عن رغبة جمعية جامعة سواء وطنية وأيضا سياسية آنذاك كانت ترغب بالدخول في وحدة وطنية، وحدة الجغرافية، وحدة أيضا عربية، وكان هناك رغبة جامعة لذلك يعني بشكل لم يكن بذلك الشكل الذي رأيناه ما بعد الانقلاب على المعالم الثورة في عهد المنظومة السابقة التي تحولت الوحدة إلى شكل مركزي بحت وتسببت مشاكل كبيرة. تكمن أيضا عبقرية ثورة 14 من أكتوبر بأنها استطاعت أن تحافظ على كينونتها وبقائها في محيط ثقيل جدا كان يحارب هويتها في الأساس، هويتها ولغتها وشكلها والشكل المجتمع وممارساته، وأيضا فكرة الحرية داخل المجتمع والتطلع للاستقلال الوطني. نعم، إذن لو تحدثنا عن أهم النقاط التقاطعات التي حدثت بين ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر، يعني يقال أن هناك تداخل كبير بين هاتين الثورتين. بالفعل كان هناك تداخل كبير، وسؤال مهم جدا. طبعا راجح لبوزة يعني لم تنطلق ثورة 14 من أكتوبر إلا بعد أن عاد راجح لبوزة من الدفاع عن الجمهورية في الشمال، وكان ورفاقه من أوائل المدافعين عن النظام الجمهوري في الشمال. وأيضا كان هناك التقاء قبل قيام الثورة 26 من سبتمبر، كانوا المعارضين أغلب المعارضين كانوا يوجدوا في عدن، وطالب الإمام في آنذاك أعتقد العبدلي أو السلطنة من السلطنات في لحج بإخراج الثوار الذي كانوا ينظمون للثورة ويقودون مظاهرات من هناك. كان هناك التقاء أولا وجداني والتقاء سياسي، يعني نحن نتحدث عن جبهات دعمها الرئيس جمال عبد الناصر في شمال اليمن وفي جنوبه من أجل وحدة عربية ومن أجل طرد أي كيان استبدادي سواء من شمال اليمن وأي كيان احتلال كان في جنوب اليمن، وبالتالي لا نستطيع أن نفصل أي ثورة عن الأخرى. نعم، إذن يعني لو تحدثنا أيضا عن أهم محطات ثورة 14 أكتوبر، ربما أنت ذكرت في معرض حديثك عن بداية الجبهات التي قاومت، ويعني كان الفعل الثوري والمقاومة ربما منذ العام الأول لوجود الاحتلال، فشل هنا وهناك ولكن المحاولات ظلت مستمرة. بالفعل يعني الثورة لن تتوقف عند محطة
واحدة. نعم هي كانت تواجه احتلال ظل 129 عام، هذا ليس وقت قليل، ويعني أن تجتث مثل هذا الاحتلال أو أن تغير معالم شكل الدولة، فهذا كان جهد كبير. كان هناك نضال استمر سنوات عديدة حتى تحقيق الاستقلال، كان هناك فدائيين في كل الأماكن، كان هناك رغبة جامعة بطرد هذا المحتل، وأيضا دخول أيضا في الجانب السياسي في مفاوضات سياسية في جنيف حتى تحقيق الاستقلال. طبعا كان هناك نوع يعني احتلال صلف، وأيضا إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع فسوف نتحدث عن مجابهة أولا داخلية كانت في جنوب اليمن، وأيضا على المستوى الإقليمي كان هناك أيضا رفض في الداخل البريطاني، كان حزب العمال يرفض تماما البقاء داخل عدن، يبقى الاستعمار داخل عدن، وفي المقابل كان الحزب المحافظين يرفض تماما ان يخرج من هناك. فكان هنالك صراع ايضا خارجي وصراع داخلي عاشته ثوره 14 من اكتوبر، وتكللت بالاخير بالنجاح وخروج اخر جندي في 30 من نوفمبر. نعم، إذن كيف يعني يمكن أن نتحدث عن عودة هذه الذكرى أو الاحتفاء بهذه الذكرى في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلد؟ بالفعل يعني خلال الأيام السابقة كان هنالك يعني عدم رغبة يعني حسب المعطيات بخروج باحتفالات قادتها بعض الجماعات في عدن، وأيضا كان هناك رغبة رسمية بوجود هذا الاحتفال. الثورة هي في يعني في شكلها وكيانها العام هي محل رغبة جمعية للجميع أبناء الشعب، والرغبة من أجل أو استمادة وخلق تغيير في البنية الاجتماعية، وكان هناك ترحيب كبير من جميع الجماهير اليمنية. ولكن مؤخرا يعني أصبح الشارع، إذا ما تحدثنا عن عودة الصراعات، كانت هنالك صراعات قديمة في الجنوب وأيضا واليوم تعود بنفس الشكل للأسف، ولكن مع فارق وجود الآن سلطة شرعية ما بين، ما في السابق كان هناك صراع ما بين الجبهة التحرير والجبهة القومية، اليوم هذا الصراع يعود ولكن بشكل آخر، يعود على أيدي من يتحدثون عن القضية ويتحدثون أنهم أصحاب قضية عادلة، بينما الواقع يبرهن أن هنالك دعم خارجي كبير يفرض خياراته على الواقع في عدن، ويجابه يعني دولة رسمية ومنظومة دولة رسمية هلا. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ قاسم داود رئيس مركز عدن للدراسات. من هناك مساء الخير أستاذ قاسم. أهلا، مساء الخير. إذا لو تحدثنا أستاذ قاسم عن أهم محطات ثورة 14 من أكتوبر ونحن نحتفي بالذكرى 55. من شكرا على هذه الاستضافة في وقت أعتقد ضيق، لأنه من الصعوبة بمكان أن نتحدث عن 55 عام من عمر الثورة في هذا ضيق من الوقت من عطفات ومراحل اللي مرت فيها الثورة. لكن في هذه المناسبة نحيي شهداء الثورة وأبطال الثورة الذين صنعوا النصر وصنعوا هذه الملحمة التاريخية. أكتوبر جددت الآن في جيل ثاني نهض بنفس قيم أكتوبر بنفس الأبة والكبرياء من أجل الكرامة ومن أجل الحرية. فأكتوبر هي قائمة ومتجددة وهي تضيء الشمعة 55 من عمرها. طبعا كأي ثورة أخرى، كأي تحول اجتماعي سياسي عميقة، مرت الثورة بكثير من المراحل. ثورة أكتوبر هي وحدت الجنوب لأول مرة من 23 كيان في دولة واحدة وطنية، حققت إنجازات وكانت دولة ناجحة بكل معنى الكلمة، اجتماعيا، اقتصاديا، تنمويا، أمنيا، عسكريا، حققت نتائج، والناس لهذا الآن متمسكين بهذا الأمل اللي زرعته أكتوبر والدولة التي قامت على كنتيجة لثورة أكتوبر. للأسف بعد 94 بعد الحرب السياحة الجنوب والرجلي تقريبا كل المكاتب أكتوبر تم القضاء عليها، حتى المدارس اللي كانت تحمل أسماء رموز أكتوبر وأبطال أكتوبر
تم تغييرها وتم اكتساب هذا التاريخ الوطني المجيد. والى جانب كل الانجازات الاخرى من التعليم، من الصحه، من الاقتصاد، من الخدمات، كلها جرى الاكتساب كل الملامح او الملامح اللي انتجتها 3 اكتوبر ودوله الجنوب، وكان يراد لهذا الشعب ان يتحول الى عبيد. لكن اذا الشعب واصابته ظل متمسك بحريته وكرامته وحقه في العيش بكرامه كما هو حق الشعوب الاخرى. نعم. وهذا اليوم نحتفل باكتوبر في ظل تجدد نفس القيم والاهداف. للاسف كان يريد الشعب انه بعد تحرير المناطق هذه من القذوه الحوثيه عام 2015 ان يكون اكثر استقرارا وامنا ورخاء، لكن يعني اجت الرياح ملكت السفن، الناس استقبلوه في ظل ازمه اقتصاديه اجتماعيه طاحنه وانهيار في الخدمات وانهيار في كل شيء بفعل الدور يعني فعل فشل وعجز الحكومه التي تدير الامور للاسف التي تريد ان تعاقب الناس لانهم اتخذوا مواقف وطنيه وتمسكوا بحقوقهم. نعم، اذا استاذ قاسم، يعني لو تحدثنا ايضا، يعني انت تحدثت ان هناك كان طمس لهويه هذه الثوره ولكثير من رموزها، كيف يمكن استعاده هذه الهويه وهؤلاء الرموز والحفاظ على يعني القيمه الحقيقيه لهذه الثوره؟ هو القضايا جزء من نضال الشعب في الجنوب الان، ولكنه يعيدها بعقلية العصر، بعقلية الحاضر وليس بعقلية الأمس. يعني في الستينات كان في وضع محلي وأقليمي ودولي آخر، الآن تغيرت الأمور، حقوق الناس، مطالب الناس تغيرت. فروح أكتوبر سيستعاد في ظل استيعاب للمتغيرات، للوضع الراهن، لاحتياجات الناس في هذا الزمن الذي نعيشه، وليس لما كان عليه الحال قبل 50 سنة أو 6 عقود من الزمن. مستوعبين هذه الحقيقه ومدركينها، ولهذا الناس الان مستمرون في هذا النضال. هي عمليه سروره تاريخيه الى ان تحقق الاهداف. للاسف حصل خلال ربع قرن 94 ما بعد عمليه انتفاخ للجنوب بكل معنى الكلمه، لهذا الناس الان يتندرون على الوجود البريطاني، على غيره وغيره، لان الذي يعني عاشوا هو يعني كان خطر حقيقي على تاريخ الناس، على حاضر الناس وعلى مستقبلهم. لهذا الناس يعني هذا اللي دفع الناس الى نضال سلمي منذ عام 2007 بالذات وطوال السنوات القادمه، ومقاومه باسله للقوى الحوثيه، هو هذا التمسك بحقهم في ان يعيشوا بكرامه على ارضهم، بسيادتهم، بحقوقهم، ان يختاروا طريق مستقبلهم كما بما يخدم مصالحهم. هذه فريضه انسانيه عامه، ولا يمكن للجنوب ان يكون استثناء، ان يعيش شعب مشرد ولا شعب بلا حضور. لا يمكن ان نعم. إذا في ظل كل هذه الظروف أستاذ قاسم، يعني ما هو الدور الحقيقي المناط على أبناء الشعب في جنوب اليمن لي يعني محاولة استعادة هذه المعالم الحقيقية التي ربما رسمت طريقا واضحا للثوار لأجل تحقيق يعني سيادة البلد وأمنه واستقراره أيضا؟ اعتقد ان الان الكارثه باتت اكبر، لم تعد محصوره على الجنوب. نعم. الشمال والجنوب الاقليم كله يعيش في كارثه هذه من 4 سنوات، حرب طاحنه ودمار هائل. لهذا تاكد انه الاقرار بحق الجنوب في استعاده سيادته ودولته هي ضروره من اجل السلام في المنطقه كلها، ومن اجل التعايش بين الشمال والجنوب، واعاده تدوير الزوايا بدلا من القفزه هذه الفاشله التي دمرتها حرب 14 وحده. فليستعيد الشمال وضعه ويستعيد الجنوب وضعه، ويعاد تنميه الاواصر الوحدويه الطريق عن طريق الاقتصاد، التكامل الاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات. ونقول ان هذه دوامه الحرب، لانه من عام 90 الى اليوم كلها حروب ودمار اصلا، لم يشهد اليمن توحيد شمال الجيش والجنوب، ولم يشهد استقرار او انجازات. الجنوب دمر بعد 94، والان السنوات هذه برضه دمرت الجنوب والشمال بعد الانقلاب الحوثيين. نعم. نتمنى أن الكل يعبوا الدرس ويقرروا أن الآن يعني الإقرار بحق شعب الجنوب في تغيير مصيره واستعادة كيانه ودولته هو برضه حق للشمال أن يستعيد خياره ودولته الوطنية كما يحلو له وتطوره، ويعاد تدوير الزوايا وتتأسس علاقات جديدة، ننهي هذا العداء والحقاد والفاق والحروب. الاستمرار بالوضع الحالي ولا ما يقال الحلول في اطار الوحده ماتت وانتهت للاسف، يعني لكن كخيار تاريخي تظل قائمه.
الاستنباط الوضع الحالي هو استنباط بالحروب والاقتتال والدمار، فاعتقد الناس في الشمال والجنوب لم يعد باستطاعتهم ان يتحملوا كثير من هذه المآسي والخراب والدمار، ولا العالم سوف والعالم الاقتصادي يتكلم اليوم ان اليمن هو شمال وجنوب، حقيقه كان شمال وجنوب لم يحصل توحيد حتى علامات المرور، بل شمال شمال والجنوب جنوب في الدفاتر في الاوراق في عمول الناس، والحرب 94 ما نتج عنها عمقت التشتير اكثر واسوء مما كان عليه قبل 95. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ قاسم داود، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ محمد، يعني برأيك كيف تابعت الجماهير التي خرجت اليوم في عدن الاحتفاء بهذه الذكرى؟ هل ترى أنها بحجم المناسبة؟ حقيقة لا نستطيع أن نقول أنها كانت بحجم المناسبة، وذلك لأسباب عديدة. أهم هذه الأسباب أن هنالك صراع كبير داخل الشارع الجنوبي أو داخل عدن على وجه التحديد. هذا الصراع استطاع أن يجعل المجتمع يفكر، أو أثر على الحياة المجتمعية، أثر على الاقتصاد، أثر على الأمن، وبالتالي أصبح المواطن اليوم همه الأول هو توفير مقومات الحياة، وبالتالي أصبحت الذكرى لا زالت موجودة في وعي كل الشعب، ولا زالت موجودة في وعي الجماهير بشكل كبير، ولكن إفرازات الحرب هي التي جعلت الجماهير ربما لا يخرجون بذلك القدر. وأيضا الأطراف السياسية أو المكونات التي موجودة في الجنوب والتي لا زالت تهدد بقوة السلاح وفرض قوة السلاح، وعدم وجود بيئة مناسبة أو بيئة تسمح للناس بالتعبير عن آرائهم بالاحتفال، يعني ملامح الفرحة ابتعدت تماما. لكن رغم ذلك خرجوا، وكان هنالك خروج بمناسبة هذه الذكرى. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ماذا ينبغي اليوم بأن نستفيد من ثورة 14 من أكتوبر؟ يعني نحن نرى اليوم يعني مكونات سياسية لا زالت ترغب بإعادة ذات الصراع الذي عاشه الشعب في الجنوب، الشارع الجنوبي، صراع الطغمة والزمرة، صراع الفصائل الأخرى، صراع ما بين السلطة الشرعية والمكونات التي تقول أنها معبرة عن القضية الجنوبية، وغيرها من الأسباب التي لم تجعل المجتمع يحتفي بهذه الذكرى كما تم الاحتفاء بذكرى 26 سبتمبر، ولكن لا زالت بالفعل حاضرة ولا زالت موجودة. والمجتمع إذا ما تنفس الحرية وما تم يعني السماح له أو إخراجه من دائرة الصراعات الموجودة، هذا سيخرج ويعبر عن ذاته بكل وضوح. نعم، إذن يعني أيضا كيف تعلق على غياب الاحتفال الرسمي؟ يعني شرعية غير موجودة في عدن، لا يوجد أي تنظيم لأي احتفال رسمي يليق بهذه المناسبة الوطنية، مع العلم أنه أيضا لم تنظم أي احتفاءات رسمية بثورة 26 سبتمبر. يعني حين يفقد الناس مثل اهتمام الشرعية بمثل هذه المناسبة الحكومة، ويشعروا أيضا أن هناك من يعني يعزز من قيم المجتمع الثورية، للأسف الشديد يعني لا، لم نعد نجد ذلك. باعتقادي أنه الشرعية صح تتحمل الوزر الكبير باعتبارها لم تستطع أن تسيطر على ثلاث ملفات أساسية في عدن أو في المحافظة المحررة بشكل عام، وهو الملف الأمني والملف الاقتصادي وتحسم مسألة صراعات الملف السياسي. لم تستطع أن يعني تقنع أيضا الأطراف التي دخلت في مسمى إنقاذ اليمن بأن تحدد علاقتها مع التحالف، وهذه الصراعات كامل لم تسمح أيضا للشرعية، نستطيع أن نحملها أيضا الوزر الكبير، لأنها تعيش حاليا بنوع من
محاولة إغلاق الملفات التي افتتحت بشكل كبير عليها والمشاكل التي تعاني منها حاليا. وبالتالي هذه العوامل لم تساعد على جعل الخطاب الرسمي يتوجه بإقامة احتفالات. أيضا الوضع الأمني أعتقد لا يسمح لذلك حاليا أيضا للأمانة يعني. ايضا المجتمع لم يعد بذلك القدر الكبير من الرغبه في خروج في احتفالات في هذه اللحظه. اذا اسمح لي ان ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ ابراهيم القعطبي المحلل السياسي من نيويورك. مساء الخير سيد ابراهيم. اهلا وسهلا. مساء النور. نعم اهلا بك. ونحن نتحدث عن الذكرى 55 لثوره 14 من اكتوبر. استاذ ابراهيم يعني نود ان تحدثنا عن ابرز او اهم محطات هذه الثوره. انا في اعتقادي انه هذه الثوره ثوره 14 من اكتوبر هي امتداد لحراك اليمنيين ولنضالاتهم من اجل ان يكون هناك نظام جمهوري ديمقراطي، من اجل ان يكون الشعب اليمني حريته واستعادة تاريخه ونضاله المستمر منذ مئات السنين. يعني الشعب اليمني لديه تاريخ كبير ولديه يعني حرية مطلقة في التعبير منذ الأزل. ولذلك أنا في اعتقادي ثورة 14 من أكتوبر هي ثورة عظيمة، لأنها ليست فقط امتدادا لتاريخ اليمن، وإنما أتت من أجل يعني دحر المستعمر البريطاني وإخراجه من جزء غالي من وطننا اليمني. وهؤلاء الثوار يعني كان من أهم أهدافهم ليس فقط دحر المستعمر البريطاني، وإنما إعادة اليمني وإعادة لحمة الوطن اليمني الواحد الذي لم يكن متجزئا يوم ما منذ آلاف السنين. فلذلك هذه ثورة عظيمة. كان هناك في الأخير انحرافات في من قادوا الدولة اليمنية أو الجمهورية اليمنية، سواء كان ذلك قبل الوحدة شمالا أو جنوبا، وهم انحرفوا مسار تلك الثورات وأهدافها وحاولوا تحويلها إلى يعني إرث عائلي وإلى مناطقية وشمولية، لكن الهدف الأسمى هو ما قامت به تلك الثورات من أن يستعيد اليمني مجده وازدهاره وحريته، وأن تقام دولة يمنية لها اقتصاد وحرية والدور السياسي في المنطقة وفي العالم بما يعود على المواطن اليمني في شماله وجنوبه بالخيرات والازدهار. نعم، إذا لو تحدثنا عن يعني ملامح هذه الثورة في ظل ما يحدث الآن في عدن، يعني كيف يمكن أن نتحدث عن عودة الذكرى في الظروف التي تمر بها البلاد؟ الذكرى النبيلة والأهداف السامية تظل كما هي، يعني لا تتغير المبادئ. هناك التغير أحيانا في الأسلوب وفي الجماعات التي تطرأ بين الحين والآخر لخدمة أهداف شخصية وأهداف إقليمية على حساب مصالح الشعب اليمني وعلى حساب مستقبله. هذه هي المشكلة. يجب على كل اليمنيين الأحرار أن يحتفلوا بكل هذه الثورات المهمة، ولا أن يدعوا مجالا للشك، ولا يدعوا لكل من يحاول التشويش عليها أن يلعب على هذه الأوتار. هذه ثورات أساسية وثورات أم ثورات في اليمن، فلذلك يجب أن نتغنى بها وأن نحتفل بها وأن نتمسك بأهدافها، وهذا هو الأهم. كل ما يجري على الساحة اليمنية نحن نعرفها أنها أهداف تريد إخراج اليمنيين عن مسارهم وعن أهدافهم في إقامة دولة يمنية فدرالية عادلة لها يعني باع في الاقتصاد وفي القرار السياسي الإقليمي، وأن يكون للمواطن اليمني تقدما وازدهارا ودولة ديمقراطية في محيطها التي تحكمه الأسر والدكتاتوريات. فلذلك يجب على كل يمني حر أن يتمسك بها. نحن نمر بعاصفة حقيقية يعني تحاول تدمير كل ما له علاقة بالثورات والديمقراطية والفدرالية، وتحاول زرع مليشيات ويعني أفكار دخيلة على الشعب اليمني، سواء كان ذلك من خلال الحروب الطائفية والمناطقية أو الجهوية التي تدمر المواطن اليمني، تدمر مستقبله، تنهيه من الخ...
الخارطة العربية والدولية، فلذلك على كل اليمنيين مهما كانت الظروف أن يتمسكوا بأهداف هذه الثورات وأن يصححوا مسارها وأن يطوروها وأن يبقى اليمني مناضلا إلى أن يستحيل دولته وثورته ومستقبله إن شاء الله. هذه نحن نمر كما تعرفي بمجاعة وأجندة أصبحت واضحة تشتيرية وأجندة إقليمية تحاول نعم يعني عند الحديث عن هذه الأجندة أستاذ إبراهيم، يعني ربما كان ما يسمى بالمجلس الانتقالي أعلن أنه سيكون هناك احتفال ثم يعني أعلن بعدم وجود ذلك بحجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. هناك من قرأ الأمر أنه يعني وصلت أوامر من الإمارات التي تسيطر فعليا على جنوب البلاد بعدم الخروج للاحتفال، هل يعني يعقل ذلك أن تصبح حتى على مستوى الاحتفالات الثورية وهذه الذكرى الشعبية أن يعني تقام أو لا تقام تحت أمر مستعمر جديد؟ المهم هنا والنقطة الجوهرية في اعتقادي أنه الثورات لا تأتي من الخارج، الثورات لا تأتي عبر الاتصالات، الثورات هي ثقافة ومصير شعبي يقوم به أبناء الوطن، فلذلك هؤلاء الأطماع والمشاريع الصغيرة التي يتصدرها بعض المرتزقة والعملاء للخارج ليسوا أصحاب ثورة ولا أصحاب مشروع. المشكلة هنا أيضا إن كل هؤلاء المرتزقة والعملاء يركبون مشروع الثورات ويحاولون التستر وراءها، يعني حتى القضية الجنوبية الآن مختزلة بناس عملاء تم توقيف يعني ذلك المهرجان الذي كان سيقام في العاصمة المؤقتة عدن من خلال الهاتف، ولا أستبعد أن لا تكون الإمارات أو الأمراء في الإمارات هم من يوقفوه بشكل مباشر، وإنما ضابط ارتباط إماراتي موجود في الأراضي الجنوبية. هذه هي المشكلة الحقيقية، يجب على الشعب اليمني أن يسعى، يعني مهما كانت الأموال الطائلة ومهما كان النفوذ الإماراتي والسعودي أو أي نفوذ على الأرض، من يقرر مصير الشعب اليمني الآن وفي المستقبل هم اليمنيين أنفسهم. المال لا المال ولا الجاه ولا القوات الخارجية هي من تقرر مصير الشعوب، وهذا تاريخ، يعني يجب أهل اليمنيين أن يقرأوا ثوراتهم، أن يقرأوا تاريخهم، أن يقرأوا ما جرى لهم في السابق وما تعرضوا له في الثورات السابقة. كان هناك أطماع إقليمية وخارجية وتدخلات، لكن اليمنيين استطاعوا أن ينتشلوا ثوراتهم، وأن كانت لديهم أيضا مشاريع ضخمة، مشروع الحمدي الذي طور اليمن بمدة زمنية بسيطة، لكنهم اختاروا ذلك الحلم. يجب على اليمنيين ان يحلموا وان يواصلوا حتى استحالت دولتهم، حتى اقامة ديمقراطية، حتى ان يكون اليمن مستقرا، كونه يقع في اهم موقع استراتيجي عالمي وبحواله ايضا اقتصاديات قوية في الصحاري، لكننا لدينا كل مقومات الحياة التي يعني تمكننا ان نصبح دولة قوية ولها نفوذ في المنطقة. شكرا. ولكن نعم. على اليمنيين ان يحولوا بقدراتهم وان لا يعتمدوا على الخارج او على شاشة التلفاز او على من يمولهم او من يحاول تشتير ويحاول الفوضى في بلدهم. نعم شكرا جزيلا لك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ محمد، يعني هل تعتقد أن فعلا الإمارات بحكم سيطرتها على عدن منعت خروج مثل هذا الاحتفال؟ هناك من قرأ بأنه أيضا يعني أن لهذه الثورة مفاهيم ضد الاحتلال واستقلال الشعوب، هل تجد يعني أن ذلك يعني موجود حتى يعني هذه الدرجة؟ قد تكون هذه القراءة صحيحة إلى حد كبير، ولكن أنا لا أتفق معها كل الاتفاق، لأنه ما يحدث اليوم يعني الرغبة الإقليمية هي رغبة توسعية بطبيعة الحال،
والقرار اليوم يعني بيد السلطة الشرعية التي لم تستطع أن تحدد علاقتها تماما مع الأطراف الإقليمية، مع الإمارات ومع السعودية وما شابه ذلك، ولم تستطع أن يكون خطابها حاد إلى حد ما إذا ما وجد خلل في طبيعة هذه العلاقة. وبالتالي المقام الأول يقع على الشرعية كوننا نخاطب اليوم السلطة في المقام الأول، ومن ثم نتحدث عن الكيانات الإقليمية التي لديها رغبات توسعية جامحة وتغيير نسق عيش المجتمع، تغيير نسق ثقافته، تغيير نسق نضالاته السابقة. بطبيعة الحال هذه الدول تقوم على يعني مجابهة أي تاريخ أو حضارة لها قيمة، وبالتالي هم أيضا يجدون أنفسهم محصورين في تاريخ محدود، وبالتالي سيحاربون أي, 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 أي ملامح لهذا التاريخ. ولكن المشكلة الأساسية هي مشكلة سياسية وفيها عدة عوامل، من ضمنها كما ذكرنا كما ذكرت أنت هذا قد يكون أحد العوامل التي دفعت إلى عدم الخروج والاحتفال وإعلان رمزية 14 من أكتوبر، ولكن رغم ذلك هي لا زالت حاضرة في وعي المجتمع، ولا يستطيع أحد أن يتجاوزها باعتبار أن المجتمع اليمني يعني مجتمع بطبيعته يرفض أي فكرة خارجية، يرفض يعني هو مجتمع في بنيته الديمغرافية يرفض أي احتلال، يرفض أي فكرة تدخل في الشأن، يرفض أي فكرة المساس بالسيادة الوطنية. إذا يعني لو تحدثنا أيضا عن أهمية مثل هذه الاحتفالات أو إحياء مثل هذه اللحظات أستاذ محمد، يعني هذه النضالات خاضها الثوار، هذه مبادئ ثورة، هذه نتحدث عن رموز أيضا، فقط لكي يعني نذكر بحاجة الناس لمثل هذه الاحتفالات حتى لا تنسى وتصبح يعني تاريخ عادي ويوم عادي يمر مرور الكرام. باعتقادي ما ينبغي اليوم هو أيضا خلق وعي جمعي يتمسك بهذه الثورات، وأيضا يعني أنا أعتقد أن نشر وسط معرفي بضرورة الثورات وبقيمها وبالاستفادة منها هو أكثر رمزية من الاحتفالات إن صح التعبير. طبعا ثورة 14 من أكتوبر هي كانت عبارة عن ثورة دخلت في صراع هويات كبير، كان صراع هوياتي كبير، وبالتالي المجتمع اليمني اليوم يجب أن يدرك تماما أن ما يمسها اليوم هو يمس هويته، يمس كرامته، يمس وجودها التاريخي، وبالتالي إذا لم يستطع أن يحافظ على هذه القيم لن يكون شيء في سلم الحضارات وفي سلم التاريخ. نعم، إذا لو أيضا وضعنا مقاربة بسيطة أستاذ محمد، يعني نجد أنه في الشمال تم تحرير أو يعني الخلاص من الإمام، حكم الإمامة، حكم الظلم والقهر والاستبداد، وفي هذه الآونة عاد بشكل جديد. في جنوب الوطن أيضا تم التخلص من مستعمر خارجي جاء ليكبد أبناء الوطن ذل وحياة غير كريمة، ويعني يملي على الشعب إرادته. الآن بنفس السياق التاريخي مستعمر جديد بنى السجون وفرض سيادته على البلد، وأيضا يعني حتى على مستوى حارب فكرة الثورة من خلال قمعه لكل صوت يعني قام بالمقاومة أو فكرة المقاومة في 2015. كيف يمكن يعني قراءة التاريخ من هذه الصورة؟ يعني أنا أتفق إلى حد كبير مع فكرة يعني إعادة نفس دائرة الصراع ونفس التاريخ أو عودة نفس النسق والشكل السابق سواء في شمال اليمن أو في جنوبه حاليا، ولكن مع فارق الوجوه وفارق الكيانات وأيضا والمسميات وعي الشعب والمسميات. بالفعل نحن لا نستطيع أن نقول إنه احتلال إلى حد كبير، لأنه ما يحدث اليوم أنه يعني
لا يزال توجد هنالك شرعية دولة، ما بينما في السابق لم يكن هنالك دولة، كان هناك بدايات لتأسيس دولة، أما الآن يوجد دولة، وبالتالي الصراع الحالي هو صراع سياسي يعني، ويقع جله على عاتق الشرعية كونها هي المخاطبة اليوم بتحديد طبيعة العلاقة مع الأطراف التي تريد أن تسيطر على السيادة الوطنية وتريد أن تفرض خياراتها. يعني نحن نتحدث بأن اليمنيين بكل أطيافهم بكل مشاربهم السياسية يرغبون في إيجاد تغيير جذري في البنية السياسية والاجتماعية والثقافية، ويريدون أيضا أن تستجيب الشرعية لهذه المطالب وتتحدث أو تصارح المجتمع بما يحدث حاليا، لأنه إذا ما لا نستطيع أن نقول أنه يجب من يعني وجود الآن مجابهة مجتمعية في ظل وجود دولة هي من تحدد هذه القرارات، من تحدد طبيعتها مع الخارج، ومن تحدد شكل تعاملها يعني شكل سياستها الداخلية وسياستها الخارجية. وبالتالي هنالك إشكالية كبيرة في ما يخص هذا الموضوع، وهنالك أيضا يعني إشكالية في يعني دراسة الطبيعة الحالية الآن، والحديث بموضوعية ومنطقية عن ما يدور اليوم في الشارع اليمني بشكل عام. إذن يعني منذ إعلان الاستقلال الوطني ومرورا بإعلان أو بتراكمات الفعل الثوري والسياسي لحركات التحرر في الشمال والجنوب، كيف يمكن قراءة هذه التحولات من أو في سياقها الوطني؟ بالضبط، نحن تحدثنا بأن هذه التحولات استطاعت أن تحقق أربعة كيانات، أربعة مضامين مهمة. أولا الاستقلال الوطني ويعني بناء هوية جامعة للشعب سواء في الشمال أو في الجنوب. اثنين تأسيس البنية الأولية لشكل الدولة، حيث في شمال الوطن كان هناك مجموعة يعني سلالية وضعت لنفسها حق إلهي في حكم البلاد، وفي جنوب اليمن كان هناك احتلال كبير، وجاءت الثورات لتحقق البنية الأساسية للدولة. ثالثا وهو الأهم، البحث عن صيغ جديدة للمجتمع، صيغ وحدة وطنية، وحدة عربية. لم يكن المجتمع آنذاك في صدد الوعي بقيمتها، وبالتالي استطاع صح أنا أختلف يعني أتفق تماما بأنه طبيعة المقاومة آنذاك وطبيعة الدعم العربي آنذاك وطبيعة الأنظمة المقاومة والعربية كان ينتبهها نوع من السلطوية، ولكن هي استطاعت إلى حد كبير بأن أن تخلق هوية وطنية جامعة لمجابهة الهويات الفرعية التي كانت تريد أن تسيطر على الوطن، وتسقط شكل الهوية الأوروبية إذا ما صح التعبير على نفس مسار النضال وخلق هوية وطنية جامعة. كان هناك صراع هويات بحت، هوية جاءت من أقصى البلاد لتفرض نسق عيش معين، نسق لغة معينة، نسق ثقافة معينة، وإذا ما بالضبط، وإذا ما أسقطنا يعني عبقرية الثورات اليمنية بالثورات الأخرى التي حصلت في الوطن العربي، مثلا في المغرب العربي، في عند أيام الاحتلال الفرنسي للجزائر، سوف نجد أن الاحتلال استطاع أن يؤثر في الثقافة المجتمعية، في اللغة حتى الآن، بينما استطاع الثورات اليمنية بأن تحافظ على هوية المجتمع، تحافظ على كينونته وتحافظ على ذاتها، وبالتالي تكمن العبقرية في هذا النجاح الذي حسب للثورات اليمنية على وجه الخصوص. إذن شكرا جزيلا لك صحفي محمد عبد الغني، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وبركاته.